اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات شنايدر الكتريك للكهرباء المحترف. الحلقات دي هنستعرض فيها مواضيع تهمكم. اول موضوع معانا هو مكنه السلم. مكنه السلم هي جهاز للتحكم في اناره السلالم بالتحديد، وممكن استخدمها في تطبيقات تاني كتير، لان فيها زمن من دقيقه لسبع دقايق بقدر اظبط المكنه على حسب الادوار والزمن اللي بياخده العميل لاخر دور، وبكده بتوفر لي المكنة 80% تقريبا من استهلاك الكهرباء. اول حاجة لازم اعرفها وانا بوصل مكنة السلم ان لها طريقتين في التوصيل، الطريقة الثلاثية والطريقة الرباعية. الطريقة الثلاثية هي الطريقة الدارجة اللي كلنا عارفينها وبنشتغل عليها، لانها الاوفر في الكابلات والاسهل في التوصيل والأأمن في الصيانة. الطريقة الرباعية ليها استخدامات معينة هنتعرف عليها بالتفصيل. هنبتدي بالطريقة الثلاثية، وزي ما انتوا عارفين ان المكنة لها اربع اطراف، وهما ال N وده النيوترال، وال L وده اللاين او الكهرباء، وثلاثة واربعة. اول خطوة في التوصيل ال N، وده الارضي اللي بيبقى مشترك ما بين المكنة واللمبات والمفاتيح، عكس المكنة الثلاثة طرف، لان المكنة بتاعتنا فيها كويل فبتحتاج نيوترال ولاين مباشر للمكنة. تاني خطوة ال L، وده بياخد كهرباء مباشر على المكنة. تالت خطوة، ودي بتاخد الفردة التانية من اللمبات. رابع خطوة، ودي بتروح للفردة التانية من المفاتيح. أما الطريقة الرباعية، ودي زي ما قلنا ما بنستخدمهاش غير في حالات معينة، زي إن يبقى عندي برايز على السلم أو روف سطح محتاج أوصله من دايرة السلم من غير ما يشتغل ويفصل مع المكنة. أول خطوة في توصيل الطريقة الرباعية وهي الـ N، ودي بتبقى مشتركة ما بين المكنة واللمبات فقط. تاني خطوة الـ L، ودي بتبقى مشتركة ما بين المكنة والمفاتيح، وده الفرق ما بين الطريقة الثلاثية والطريقة الرباعية. تالت خطوة تلاتة، ودي بتروح للفردة التانية لللمبات. والخطوة الرابعة فردة أربعة، ودي بتروح للفردة التانية في المفاتيح. في بس ملحوظة بسيطة حابين نوضحها عند توصيل المكنة. الزر الجانبي بيغير لي وضع المكنة من ثلاثية لرباعية. لو أنا وصلت عكس الطريقة اللي أنا ظابط عليها الزر دوت، المكنة بتتحرق على طول. برضو من الحاجات اللي محتاجين نوضحها وتهم كتير من الكهربائية، ازاي ابدل مكنة سلم 3 طرف قديمة بمكنة 4 طرف شنايدر، وده هنتعرف عليه عملي في الموقع مع زميلنا هلال. اول حاجة في عملية الاستبدال لازم اتأكد من الثلاثة طرف بتوع المكنة القديمة، اللمبات والمفاتيح والكهرباء. ومحتاجين نأكد برضو ان لازم الزر الجانبي في المكنة يبقى مظبوط اذا كان ثلاثي او رباعي. اول فردة هي فردة المفاتيح، بركبها على اربعة في المكنة بتاعتنا. تاني فردة هي فردة اللاين او الكهرباء، بتركب عندي على ال. تالت فردة هي فردة اللمبات، بتركب على 3. كده مش فاضل لي غير الفردة الرابعة، وده أهم ما في الموضوع، بوجدها من بارة النيوترال في اللوحة. مش فاضل كده غير إن نجرب الدايرة بتاعتنا مظبوطة.